أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. العثور على حطام طائرة إماراتية بعدن، والأمن يسيطر على مقر المجلس المحلي بالمنصورة. الجيش والمقاومة في تعز سيطران على تبة الدفاع، واستمرار المواجهات شرق وشمال المدينة. في حضرموت تنامي أعمال البسط على المساحات العامة والممتلكات في ظل غياب الدولة. أعلنت قيادة قوات التحالف العربي مقتل طيارين إماراتيين إثر تحطم طائرتهما في اليمن نتيجة خلل فني. وكانت القوات المسلحة الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم فقدان طائرة مقاتلة ضمن قواتها المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في عملية إعادة الأمل للوقوف مع الشرعية في اليمن. وفي سياق متصل، قالت مصادر إعلامية في محافظة عدن إن مقاتلة إماراتية للتحالف العربي من نوع ميراي تحطمت في مديرية البريقة غربي المدينة. وبحسب المصادر فإن الطائرة كانت في مهمة قتالية، ويعتقد أنها ارتطمت بالجبل أو تعرضت لخلل فني، وذلك عقب قصفها لمواقع كانت تتحصن فيها عناصر من تنظيم القاعدة في محيط جبل البريقة. وقد عثر سكان البريقة على أجزاء من الطائرة التي تحطمت في المديرية، وتعد هذه أول مرة تفقد فيها الإمارات طائرة من طائراتها منذ انطلاق الحملة الجوية للتحالف العربي في مارس من العام الماضي. على صعيد متصل، قالت مصادر محلية في محافظة عدن إن قوات أمنية تمكنت من اقتحام مقر المجلس المحلي في المنصورة، وكانت قد اندلعت مواجهات منذ 3 أيام لتحرير المديرية من مجاميع مسلحة كانت تتحصن فيها. وقال محافظ عدن عيدروس الزبيدي إن ما يحدث في المنصورة هو تدشين للمرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا. تحت جنح الليل يد الإرهاب تضرب في عدن من جديد، تريد جماعة إرهابية إغراق المدينة بالظلام طويلا، ولذلك تواصل سعيها بشكل حثيث لزعزعة الأمن وإقلاق حياة السكان. فعدن التي اختارت أن تكون عاصمة مؤقتة مر عليها ما يقارب 10 أشهر تماما، وبعد تحريرها من قبضة الميليشيا في يوليو الماضي تلقفتها جماعة جديدة بأجندة قديمة يعرفها الجميع جيدا ويحفظون تماما من يحركها. فبعد كل عملية جديدة يتحدث مسؤولون حول الأجندة التي تعمل وفقها أذرع الرئيس المخلوع في المدينة، يسهم ذلك في إبقاء الحالة الأمنية في هذه المحافظة هشة، وتشهد ركة في التعامل مع هذه الجماعات التي اتخذت من منطقة المنصورة انطلاقا لعملياتها، فحاولت تصفيات قيادات عسكرية رفيعة في السلطة والأجهزة الأمنية وغيرها. سلسلة من الحوادث والاغتيالات أبقت العاصمة المؤقتة في الواجهة، لكن ليست على ما يرام، وتشهد تدهورا ملحوظا هو ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى الدخول بشكل مباشر مع هذه الجماعات دارت معها جولات قتالية خلال 4 أيام الماضية. تدخل فيها الطيران العسكري الذي استهدف تجمعات إرهابية في عدن ومحيطها، أبرزها تلك التي احبطت مخططا لاستهداف قاعدة العند العسكرية. في غضون ذلك أعلن التحالف العربي مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية فوق جبل البريقة. ومن جهتها ذكرت مصادر في السلطة المحلية أن قوات أمنية تمكنت من اقتحام مقر المجلس المحلي في المنصورة بعد اشتباكات اندلعت مع مجاميع مسلحة متطرفة كانت تتحصن فيه. وذكرت مصادر أن هذه العملية تأتي في إطار تدشين المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التي وضعتها اللجنة الأمنية العليا، حسب محافظ المحافظة عيدروس الزبيدي. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز على منطقة تبة الدفاع وأجزاء واسعة من معسكر الدفاع الجوي غربي المدينة. هذا ولا تزال المواجهات مستمرة بين المقاومة والميليشيا في عدد من المناطق شرق وشمال مدينة تعز. مراسلنا حمزة أمين
زار الخطوط الأمامية ووفانا بالتقرير التالي. نحن الآن في محيط معسكر الدفاع الجوي، حيث يقوم شباب المقاومة مسنودين برجال الجيش الوطني بالتقدم في محاولة للسيطرة على معسكر الدفاع. تلاحظون الآن شباب المقاومة مسنودين برجال الجيش الوطني يتقدمون. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الناطق باسم المجلس العسكري عقيد ركن منصور الحساني ليحدثنا عن آخر التطورات في محيط هذه المعسكر. الآن بحمد الله تم الآن اقتحام واستكمال اقتحام تبت الدفاع الجوي والسيطرة على كل الأماكن إن شاء الله. والآن سيتم التمشيط، الآن بعد دقائق سيتم التمشيط الكامل للتبة والإعلان رسميا عن السيطرة الكاملة على تبة الدفاع الجوي بحمد الله عز وجل. إذن لا زالت المعارك على أشدها ولا زال التقدم مستمر، ولا وفي إعلان كما سمعتم من الناطق باسم المجلس العسكري بدء السيطرة على بعض التباب، وبعد لحظات سيتم تمشيط المنطقة بالكامل بعد دهر الميليشيات الانقلابية وفرارهم من هذه الاتجاهات. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. وجه نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح بتشكيل لجنة حكومية معنية بتقديم الإغاثة الإنسانية في مدينة تعز. وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ إن بحاح أصدر توجيهاته بتشكيل لجنة حكومية من 4 وزراء تتولى النزول إلى محافظة تعز المحررة من أجل تقديم أعمال الإغاثة الإنسانية ودعم السلطة المحلية في أداء مهامها. أفضل دولة موجودة الآن على الأرض ومؤسسة الدولة ممثلة بالحكومة. قتل قيادي ميداني من ميليشيا الحوثي مع 7 من مرافقيه في مواجهة مع الجيش الوطني والمقاومة في تعز. وقال مراسل بلقيس إن مواجهات اندلعت بين الجيش والمقاومة على الميليشيا على الخط الرئيس الذي يصل الحديدة بمدينة تعز غربي المدينة بعد منطقة المطار القديم. وأكد مراسلنا أن القيادي الحوثي وثيق صالح المرغمري قتل مع 7 من مرافقيه فيما لا تزال مواجهات متقطعة تدور في المنطقة. أعلنت رئاسة أركان الجيش الوطني أن قوة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع في تعز عادت من قطاع الحجرية إلى مقر اللواء بعد تحريره. وتسلم قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي في وقت سابق مقر اللواء من المقاومة الشعبية. على ألحان هذا النشيد الوطني يشق موكب العميد عدنان الحمادي طريقه نحو مقر اللواء 35 مدرع، اللواء الذي خرج منه مكسورا قبل عام تقريبا إثر سيطرة الميليشيات الإنقلابية عليه بعد قتال دام 28 يوما ليسترده أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة لم تصمد فيها الميليشيات سوى ساعات فقط. اليوم نعود إلى اللواء لاستلام اللواء من أخواننا في المقاومة الشعبية وأيضا في الجيش الوطني. إحنا في العام الماضي في يوم 21/4 غادرنا هذا اللواء بعد قتال دم 23 يوم في مقر هذا اللواء، والتي منه انطلقت المقاومة الشعبية في تعز من بعد سقوط اللواء مباشرة. هنا يصل القائد إلى مقر اللواء ليقبل التراب ويسجد لله شكرا في لحظة تاريخية تؤكد عودة الحق إلى أصحابه. تم انتشار هذا اللواء في دبابات الذي بقت في يد المقاومة من مقر اللواء في يوم 11/4، واليوم وسقط اللواء في يوم 21/4، واليوم بفضل الله نعود إلى مقر اللواء الحمد لله. استعادة السيطرة على مقر اللواء 35 مدرع تشكل نقلة نوعية في المعارك التي تشهدها تعز على طريق التحرر من الميليشيات الإنقلابية، خصوصا بعد فك الحصار من الجهة الغربية. لحظة تاريخية فارقة انتظرها منتسبو اللواء 35 مدرع كثيرا، لكنها تتحقق لهم اليوم ويعودون إلى مقر لوائهم. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مقر اللواء 35 مدرع تعز. أكد محافظ تعز علي المعمري أن قوافل الإغاثة الإنسانية بدأت بالوصول إلى المدينة، وذلك بعد أيام من كسر الحصار الذي كانت تفرضه ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال المعمري إن 14,000 سلة غذائية ستصل اليوم إلى تعز، فيما ستواصل اللجنة العليا للإغاثة عملها لتسيير كميات كبيرة من الإغاثة خلال الأيام المقبلة.
وناقشت اللجنة العليا للإغاثة الاحتياجات الإنسانية للمحافظة وأقرت مخاطبة الأمم المتحدة للقيام بدورها الإنساني في المناطق المحررة وفقاً لاتفاقية جنيف. أعلنت الحكومة أن 70% من البنية التحتية في تعز مدمرة بسبب حرب الميليشيا، وقال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح إن نحو 70% من البنية التحتية والمرافق في مدينة تعز دمرتها الميليشيا الانقلابية. هذا وبدأت قوافل الإغاثة تتوافد إلى المدينة عقب كسر الحصار جزئيا بعد أشهر من حصار الميليشيا الخانق على مئات الآلاف من السكان. دعت قيادة اللواء 22 في تعز المواطنين للعودة إلى منازلهم وممارسة أعمالهم ووظائفهم، وذلك بعد أن تمكنت فرق نزع الألغام من تأمين عدد من الطرق في الجبهة الغربية. وقالت قيادة اللواء إنه تم تأمين الطرق الرئيسية المؤدية من الحصب إلى المطار القديم ومن وادي الدحي إلى الضباب مرورا ببير باشا، ويتهدد الخطر حياة السكان جراء الألغام الكثيفة التي زرعتها الميليشيا في شوارع وأحياء المدينة. لا يحدث هذا إلا في تعز، شباب من المقاومة ينزعون الألغام بأيديهم. ربما البعض سيعتبر هذا الأمر تهورا، والبعض الآخر سيقول أنها شجاعة، لكن الأهم من قول هذا وذاك هو دافع هؤلاء بالتخلص من الألغام المنتشرة في الأماكن التي كانت بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع، ليتوقف الموت وينسحب هو أيضا. عناصر الميليشيا اعتادت تفخيخ الأماكن قبل الانسحاب منها، فهم لا يريدون مغادرة الموت معهم بل بقاءه لينال من أكبر عدد من المقاومين وحتى المدنيين في تعز. آلاف الألغام مزروعة على الطرقات وحتى الأحياء السكنية، أراد الحوثيون بها إيقاف تقدم المقاومة والجيش الوطني ولم يفلحوا بذلك. أما وسيلة المقاومة للتغلب عليها فكانت بالتعاون مع خبراء متخصصين في تفكيك الألغام، وبرغم إمكانياتهم الشحيحة إلا أنهم نجحوا في إبطال مفعول العديد منها. لا ينتهي الأمر بالتحرير إذن في أي محافظة تعود إلى الدولة، بل وبعد كل عملية تحرير يكون العمل أكبر على إزالة مخلفات الميليشيا، والبداية تكون بنزع هذه الألغام، فيما تبقى التحذيرات كبيرة للمواطنين في تعز للحذر منها إلى أن يتم الإعلان عن تأمين كافة المناطق المحررة. ومعنا من تعز المتحدث باسم المجلس الأعلى للمقاومة العقيد منصور الحساني. سيادة العقيد مساء الخير. أهلا بك يا أخي الكريم. أهلا بك سيادة العقيد. بداية، هل تم السيطرة كليا على تبة الدفاع الجوي؟ أهلاً كريم، في صباح اليوم رسل الجيش الوطني للمقاومة الشعبية هجوماً ناجحاً على تبة الدفاع الجوي الواقعة في مدينة النور، وهي موقع تسيدة من كتاب الدفاع الجوي، ويقتضي الهجوم وتمكنوا من التقدم والسيطرة على التبة، والاشتباكات مستمرة من الساعة الأولى من صباح اليوم وحتى الآن ما زالت مستمرة. نعم. والآن الشباب من المقاومة الشعبية مستمرين في تنشيط الموقع وتطبيع الوضع داخل الموقع ليتثبتوا ويتمسكوا بما تم انجازه، ومع ذلك سيتم اعلان التحرير الكامل للموقع الدفاع الجوي. نعم، سيادة العقيد، الأهمية الاستراتيجية اللي تبت الدفاع الجوي بالنسبة لتغيير سير المعارك على الأرض. تبت الدفاع الجوي في الكريم كان يوجد فيها أسلحة ثقيلة تابعة للميليشيات، وهو من دعي الهرزر وثلاثة دافع الدفاع الجويين طاح 23، وكانوا منها ينفذوا يعني يؤثروا بالنيران على المدنيين داخل المدينة وتصل قذائفهم إلى كل بيت، وبتحريره سيصبح المدنيين داخل عمق مدينة تعز مأمن من هذا الموقع الذي ظل يستهدف المنازل والمستأجرين والآمنين وقتل كثير من الأطفال والنساء، وأيضا هو يتواجد في منطقه في وسط المنطقه الغربيه ويطل على كثير من الخطوط الامداد وخطوط المداخل المدينه. نعم. ويطل على خط 60 الذي هو خط امداد
المنطقة الشرقية الغربية. نعم سيادة العقيد، إذا ما تحدثنا عن الجبهة الشرقية، كيف تدور المواجهات هناك، وهل حصل أي تقدم للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في هذه الجبهة؟ في ليلة أمس دارت اشتباكات قوية بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من الجهات، وتمكنوا من التقدم في المحور الشمالي والسيطرة على مدرسة أبو عبيدة من الجراح وعمارتين كانت مطلة على منطقة عصي الجراح وخط الواصل إلى منطقة الخمسين، وتمكنوا من التقدم نوعا ما في بعض المواقع في الجهة الشرقية، والمعارك لا زالت مستمرة، ويعني وقد قرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأبناء تعز على تحرير تعز بالكامل بمشيئة الله. نعم فيما يخص تأمين المناطق المحررة وتأمين الطرق بالنسبة للمواطنين وحركة تنقلهم، كيف يعني شرفتم على هذا الموضوع؟ تم السيطرة على المداخل الرئيسية والطرق الرئيسية وتسويها الى الالويه العسكريه 135 و 220 متر، والان النقاط منتشره في كل مكان وسلمت باشراف اداره اللجنه الامنيه الخاصه بالمحافظه، والان اللجنه الامنيه الخاصه بالمحافظه تشرف على الخطوط والطرقات الرئيسيه بهذه النقاط التي سلمت للعسكريين، ويامنوا كل المناطق والخطوط الرئيسيه والامور ان شاء الله. المتحدث باسم مجلس المقاومة العقيد منصور الحساني كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى الجبهة الغربية من البلاد، حيث احتفلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة حرض وميدي بالانتصارات التي تحققت في تعز وكسر الحصار جزئيا عن المدينة. مراسلنا في الساحل الغربي علي جعبور والتفاصيل. أنا الآن في جبهة ميدي، هنا حيث يحتفل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بانتصارات أبناء تعز، إطلاق للأعيرة النارية ورقصات على ألغام الأناشيد الوطنية ابتهاجا بهذه المناسبة. معنا الآن أحد القيادات الميدانية ليطلعنا على ما يمثله انتصارات تعز لأبناء المقاومة الشعبية والجيش الوطني هنا في جبهتي حرض وميدي. نعبر عن شعورنا في الميادين القتالية، عن الانتصارات العظيمة الذي حملت راية النصر في ميادين القتال في تعز، ونحن نقول لهم بأن نحن صامدون وثابتون وقادمون بإذن الله يا صنعاء. هل تتوقعون أن تعقب انتصارات تعز والمنجزات التي تحققت في تعز انتصارات أخرى على في هذه الجبهة أو في الجبهات الأخرى؟ نعم نحن يعني متوقعين للانتصارات ان شاء الله من عندنا ومن اخواننا في تعز. ومعنا الان احد المقاتلين ليطلعنا على شعوره بانتصارات تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعز تلك التي ظلت تعاني من الحصار، انتصارها يمثل انتصار للبلاد بالكامل، وفرحتنا من فرحتهم وقلوبنا كانت معهم، وبإذن الله أننا سنحقق النصر الكبير عندما نحرر جميع أرجاء الوطن من هذا الطغيان وهذا الطاغوت الذي ظل يعبث في الوطن أكثر من عام، وبإذن الله سيندحر وسيندحرون كل أولئك الخونة الذين باعوا أنفسهم للطاغوت إيران الشيطان الأكبر الذي ظل يعبث بالمنطقة، وبإذن الله سندخل صنعاء وسنحرر صعدة بإذن الواحد الأحد. وشكرا. شكرا. الله أكبر والله أكبر. هكذا أعزائي المشاهدين يحتفل أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في جبهتي حرض وميدي بانتصارات أبناء تعز، متطلعين وعازمين على تحقيق انتصارات أخرى هنا في القريب العاجل. علي جعبور، قناة بلقيس، ميدي. قالت مصادر سياسية مطلعة أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ اقترح عقد جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية نهاية الشهر الجاري، وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ سيلتقي الأطراف اليمنية حاملا معه مقترحا بعقد جولة جديدة من المشاورات في موعد محدد، والمكان المقترح مبدئيا في دولة الكويت أو الأردن. ويجري المبعوث الأممي تحركات في المنطقة منذ أسابيع، ووصل مؤخرا إلى دولة الكويت لبحث عودة جميع الأطراف اليمنية للمشاورات.
قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة تسعى إلى استئناف العملية السياسية في أقرب وقت ممكن وفقا للمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. وأشار المخلافي إلى عدم تنفيذ الانقلابيين لما تم الاتفاق عليه في مباحثات ديسمبر الماضي وعدم جديتهم في الإفراج عن المعتقلين وفتح الممرات الآمنة أمام دخول المساعدات الإغاثية والتوصل إلى تسوية لإيقاف نزيف الدم. كل ذلك أسهم في استمرار تفاقم الأوضاع حتى بلغت حدا لا يمكن احتماله أو السكوت عليه. قال محافظ لحج ناصر الخبجي إن المحافظة تعيش وضعا أمنيا منفلتا، حيث تتخذ الجماعات الإرهابية من بعض الأحياء في الحوطة وتبن مركزا لها لتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة المؤقتة عدن. وأضاف الخبجي في تصريحات صحفية أن أمن لحج هو أمن لعدن وأبين، وطالما لحج تعيش وضعا أمنيا منفلتا فذلك يعني أن الخطر الأمني يتهدد عدن، خاصة وأن الجماعات المسلحة تتخذ من بعض الأماكن والمزارع والأحياء في الحوطة وتبن مواقع لتنفيذ عمليات إرهابية في عدن. في محافظة لحج أيضا أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنها من إفشال مخطط إرهابي في المحافظة. وقال المتحدث باسم جبهات العند قائد نصر إن قوة عسكرية تتبع محور العند تمكنت من إفشال مخطط إرهابي كان يسعى لاستهداف قاعدة العند الجوية، وأوضح أنه تم مباغتته للمجاميع في منطقة زايدة قرب العند بهجوم عنيف أسفر عن قتل إرهابيين وأسر أربعة وتدمير سيارة وأربع دراجات نارية. ونبقى في لحج، حيث يعاني سكان عدد من المناطق في مديريتي تبن وطور الباحة من غياب شبه كلي لخدمات الصحة والمياه والمواصلات. مراسلنا في لحج مختار شعتل زار قرية شصر ونقلنا معاناة السكان. هنا حطينا الرحال نتلمس هموم ومعاناة أهل هذا المكان، ما إن وصلنا حتى بدأ الناس بالسؤال ومناشدة علها تصل إلى سلطة أو حكومة هذا الزمان. من قبل هذه المناطق محرومة من جميع الخدمات، في الصحة، في التربية، في كل شيء، في المياه، في كل شيء، هنا منقطعين، في المواصلات، في الاتصالات، من جميع نواحي الحياة. ولكن الحاضر في هذا الفصل يلاحظ أن الفتيات مغيبات لانشغالهم بإحضار المياه والتي تبعد 3 كيلومترات عن مكان سكنهم. ما قدرناش نوصل بهن التعليمات، ما قدرناش نوصل لهن للمدارس، من شان نشغلهن في المياه، لان المياه هذه نحن الذي اتعبنا وارهقنا جهالا ما قدرنا نعلمهن. الماء هو السبب الرئيسي اذا لعزوف الفتيات عن التعليم، ما ان توفر استطعنا في هذه القريه والقرى المجاوره لها مواصله تعليمهن. تنفيذ مشروع المياه، وهذا المشروع الاستفاده اكثر بيقلل اول حاجه من الفتيات، الفتيات اغلب وقتهم في قلب المياه، وهذا يعني تسرب تعليم الفتاة من المدارس، فهذا المشروع استفادوا منه سيهدف أنه بيتحق الفتاة بالمدارس وبيخفف معاناة القرى، خصوصا المياه هنا صعبة والحصول عليها صعب عن طريق البر. منظمة كيرا العالمية بالشراكة مع جمعية الأمل للعمل التطوعي استهدفت هذه المنطقة ضمن مشروع لتعاش المتكامل في التوعية بمجال الإصحاح البيئي للمرأة والرجل والطفل، لتقوم على إثرها بتوزيع السلال الغذائية والحقيبة الصحية للأسر الأشد فقرا، ناهيك عن مد شبكة المياه تكون قريبة من مساكنهم تساهم في التخفيف من المشاكل التي تعاني منها المرأة والفتاة وإلحاقها بركب التعليم. تم استهداف 119 حالة من قرية شصر و81 حالة في قرية النبعة اللي هم خاصين في الحقائب أو السلل الصحية، وكما معنا أيضا استهدف مشروع مياه خاص بقرية شصر، وهو استهداف هذه القرية من ناحية الصحية. الماء هو المطلوب الرئيسي وشريان الحياة من الخدمات التي غيبتها سياسة التهميش عبر الأزمان. سلة غذائية وحقيبة صحية وأبار ارتوازية استفادت منها 4 قرى بمديرية تبن وطور الباحة، علها تسهم في التحاق الفتيات للدراسة أو التخفيف من معاناتهم المعيشية. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.
قدمت البعثة الهولندية إلى اليمن 10 مليون يورو لدعم البرامج التي ستنفذها هولندا في اليمن. وأعلنت نائبة رئيس البعثة الهولندية إلى اليمن مارجيت فيروك عن تقديم المنحاض من البرامج الإسعافية المقدمة لليمن لعام 2016. جاء ذلك خلال لقاء جمعها بوزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح في الرياض، حيث بحث أهمية التنسيق والتعاون بين اليمن وهولندا خاصة فيما يتعلق بالأعمال الإغاثية وكذا الاستفادة من الموارد المخصصة لليمن. في حضرموت حيث بات ملف نهب الأراضي في والمساحات العامة والخاصة هو المتصدر للمشهد في ظل غياب الدولة ومؤسساتها. ونفذ العشرات من منتسبي جامعة الأحقاف بالمكلا وقفة احتجاجية استنكارا للاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها ممتلكات الجامعة. تفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا محمد اليزيدي. في حضرموت لا شيء لم يتعرض للبسط والسطو من قبل الجماعات والعصابات المسلحة. البنوك والمحال التجارية والأراضي وحتى المنازل، كل شيء هنا بات مباحا في شرع الجماعة والعصابة التي لم تجد من يردعها ويوقفها عند حدها. فملف الأراضي والبسط عليها هو الأكثر إقراء لتلك العصابات، وأحدث ضحاياها كانت المساحات العامة وأراضي الدولة والجامعة، سواء أكانت حكومية أو أهلية، كحال جامعة الأحقاف التي يقول القائمون عليها أنها تتعرض للاعتداءات من وقت لآخر. لإعراب عن رفضنا واستنكارنا للهجمة الشرسة غير المسبوقة التي تتعرض لها أرض الحرم الجامعي، حيث نفذ العشرات من منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاستها للتعبير عن رفضهم واستنكارهم للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها أراضي الجامعة ممن وصفوهم بعصابات الفيد ونهب الأراضي، فيما يحذر المسؤولين في الجامعة من أن هذه الاعتداءات المتكررة وغير المسؤولة ستلقي بظلالها على مستقبل العملية التعليمية في حضرموت. هناك بعض الأشخاص الذين ماتت ضمائرهم وحاولوا أنهم يستفيدوا من الوضع هذا ويسطوا على أرض الجامعة، فنحن هنا نقف لنقول وننبه كل الناس الذين حاولوا أنهم يسطوا أو الذين دخلوا في قضية شراء الأرض من هؤلاء الناس، ننبههم لأن هذه الأرض ملك للجامعة وملك لأبنائنا وملك لمستقبل حضرموت. لم يجد الطلاب الدارسين في الجامعة من خيار سوى تنفيذ وقفة احتجاجية أمامها للتنديد بعمليات السطو التي تتعرض لها، على أمل أن تجدوا هذه الوقفة آذاناً صاغية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: العثور على حطام طائرة إماراتية في عدن والأمن يسيطر على مقر المجلس المحلي بالمنصورة. الجيش والمقاومة في تعز سيطران على تبة الدفاع واستمرار المواجهات شرق وشمال المدينة. وفي حضرموت تنامي أعمال البسط على المساحات العامة والممتلكات في ظل غياب الدولة. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.